مرحبا أصدقائي، سنتعلم اليوم أسماء الأيام باللغة العربية. هيا بنا. الأحد، الأحد. الاثنين، الاثنين. الثلاثاء، الثلاثاء. الأربعاء، الأربعاء. الخميس، الخميس. الجمعة، الجمعة. السبت، السبت. هيا نعيدها مرة أخرى. الأحد، الأحد. الاثنين، الاثنين. الثلاثاء، الثلاثاء. الأربعاء، الأربعاء. الخميس، الخميس. الجمعة، الجمعة. السبت، السبت. ما هو يومكم المفضل يا أصدقاء؟ نراكم في المرة القادمة. إلى اللقاء.